مرحبا. شلون الصحة؟ مرحبا أبو. منو حضرتك؟ أبو علي. أبو علي يعني نعم. إحنا دا نتجول بالسوق يعني لاحظت. يلا أخذ حبيبي خليه براحته. حلو؟ صير إعلامي بالمستقبل؟ شنو اسمك؟ خليه براحته. أوكي مو مشكلة خليه براحته. ممكن آخذها؟ كمل اللقاء حبيبي. ها عادي ممكن آخذها؟ يلا شكراً. أبو أحمد يعني لاحظنا إنه أحمد مريض وأنت هنا بالسوق. إيه نعم. إيه شنو مرضه؟ بتوحد أخي. بتوحد؟ إيه نعم. إيه إيش قد عمره وصار بتوحد؟ من عمر سنتين بلش. من عمر سنتين. إيه نعم. هو بالبداية حكي قال بابا يا ماما. إيه كان ما بيشي. إيه النوب سكت أخذنا عالجنا رحنا على قد اللي نقدر له يعني إحنا شوي وضعيتنا تعبانة. إيه الله يساعدك. اللي نقدر له يعني. ما قصرنا عنه بس هو الله سبحانه وتعالى والنعم لله تسلتني ونعم. الدكاترة شنو قالوا عن حالته أبو أحمد؟ يعني الله يساعدك يعني ما أريد أبكيك بس أهم شيء إنه هو بخير وما تعرف فرج رب العالمين بلحظة إن شاء الله. أعطوني علاجات. أيه؟ يستخدمها يتخربط يعني أقطع العلاجات يرجع طبيعي. فأني ما أعطي علاجات لأنه حس يعني أشبه بحقل تجارب صور. أيه؟ يعني تلقاهم مو تصرفات العادية. يعني أيه؟ حلقة يعني يسووا في أمور ما كان يسويها قبل. إحنا إذا نشوفه يوم عن يوم يعني أكو تحسن مثلاً يعني مثلاً. يأخذ العلاج يصير عنده تحسن. بدون ها؟ إيه بدون علاج يوم عن يوم أكو تحسن. للأحسن يعني مثلاً قبل الكرمون يدخل الحمام يخرب هسه لا طبيعي يدخل حال أي واحد يعني ما عندي حل أسوي ليش أسوي له. الله يساعدكم يعني أنا أتمنى له الشفاء العاجل إن شاء الله والله يصبرك ويعوضك خير والله يفرحك بي مستقبلاً وتشوفه سالم معافى يعني لا تقطع الأمل ترى ربك موجود. لا طبعاً ربك على السلامة. أبو أحمد تفضل هذا مبلغ مالي مقدم من قناة الفرات الفضائية ومن كادر برنامج صوتكم إن شاء الله يعني هذا المبلغ تراجع به أطباء أو تصلح سيارتك السايبة إن شاء الله اللي هي باقية عاطلة وما تقدر تصلحها لأن أيوة ما عندك الله. فلوس ولا صاحب السيارة عنده فلوس وإن شاء الله يا ربي أي شيء تحتاجه حتى لو بعد هذا اللقاء إنه إحنا نقدر نوفره لك تتواصل ويانا.